بالنسبة لأموال الدعم الطارئ فيما موجود بخصوص محافظة نينوى تجاوز التريليون والربع التريليون، هذه المبالغ التي حجزت لمحافظة نينوى تم وصول قرابة أكثر من 500 مليار دينار إلى محافظة نينوى لصرفها على المشاريع التي من المؤمل أن تكون ذات أولوية على مستوى محافظة نينوى واحتياجاتها. ما نستغرب به كمراقبين للشأن العام أنه مثل هكذا مبالغ من المفترض أن تعرض على الرأي العام أو تعرض على المختصين في تحديد المبالغ. نعلم أن هناك دائرة تخطيط في المحافظة، ولكن ما نشهده من صرف للمبالغ في السنوات السابقة بضعف الأولويات، كون أنه تم أكل أغلب المصاريف التي كانت على الشارع والرصيف وغيرها من الاحتياجات اللي هي بالتالي ضرورية، ولكن البنى التحتية نحتاجها بعد تعرض محافظة نينوى من عمليات التحريض لأضرار كبيرة في البنى التحتية. نتأمل من محافظة نينوى والقائمين عليها بصرف هذه المبالغ على المشاريع اللي ذات أهمية وتخدم سكان المحافظة وذات خطة تطويرية على مستوى السنوات القادمة.